الأجهزة الأمنية كمان تمكنت النهاردة من ضبط 3 أشخاص دول بيحملوا جنسية إحدى الدول العربية أثناء ما كانوا بيحاولوا تهريب 15 كيلو من مخدر الهيروين. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت قيام المتهمين بجلب شحنة كبيرة من مخدر الهيروين داخل سيارة عبر ميناء نويبع البحري، واتضبط أحد المتهمين بمنطقة الشط بجوار محط الوقود في منطقة الجناين بالسويس، وفي 2 آخرين برضو تم ضبطهم. نعرف معاكم برضو التفاصيل بشكل مباشر من سيادة اللواء. طيب التليفون لسه ما هواش جاهز، لكن الحقيقة عند مينا نويبع كان في فرصة وكلمنا قبل كده مع اللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وواضح إن في جهد كبير بيبذل لأن دي ما هياش الواقعة الأولى من نوعها، يمكن في أسبوع بس بنتكلم على وقائع كتيرة مماثلة. كان موجود معانا من أيام وبرضه كنا بنتكلم على أكبر شحنة هيروين تم إحباط محاولة دخولها لمصر، وأفتكر برضه وقتها حتى المتهم وقت ما اتظبط جات له سكتة قلبية وتوفى في اللحظة دي، نظرا طبعا ان اللي بيتمسك بحاجة زي كده ده عقوبته الاعدام على طول، ان ده جلب واتجار، بالاضافة كمان ان الكمية كبيرة جدا زي ما بنتابع قدام حضراتكم 15 كيلو. قبلها برضو كان عدد كبير مش فاكرة الرقم بالظبط كام، لكن سيادة اللي هو وقتها قال لي دي اكبر كمية دخلت لمصر من فترة طويلة او كانت هتدخل، والحمد لله تم احباط المحاولة دي.